هبدا اشتغل دلوقتي في الشيش طاووق. حلو الكلام. مقادير الشيش طاووق على الشاشه لطيفه وبسيطه وبطريقه سهله بسهل على كل المبتدئين في المطبخ والف باء مطبخ يعملوه بسهوله. مقاديره كالاتي: صدور فراخ، ولكن انا مش بحبه بصدور الفراخ. شفت انا بتكلم الصراحه ازاي؟ مش بحبه بصدور فراخ، بحب اسحب الفرخه اشيل الصدور خلاص اهي، بحب اسحب الفرخه واعملها كده ايه مباشره. ولكن خلونا نجهز التتبيله بتاع صدور الفراخ قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا علشان نبدا نحضر فيه ونشتغل مع بعض. توم، توم ني، حلو قوي، يعني كتري شويه. زبادي، زبادي على التوم. الزبادي ده البطل في تتبيله الشاورما، سواء شاورمه فراخ او شاورمه لحمه. انا بقى عايز الحموضه بتاعه الزبادي دي استفيد بيها، او ما اعمل ايه؟ ما كترش توابل كتيره مع التوم كده، الزبادي والتوم. عصير ليمون، الله عليك، عصير ليمون، شويه سكر، حلو قوي، شويه زيت زيتون، بهارتنا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، ولو فيه بهار حلو اللي هي الكوبيبة الصيني تبقى احسن مني. دي معانا. لا خلاص حبيب قلبي اهو، ادي البابريكا، شيل دي من هنا عشان المقادير تظهر. معانا شويه هيل مصنين، وشويه كركم حلوين كده، الزبادي يحب الكركم اهو، وشويه البابريكا والملح والفلفل. دي البهارات. في بهارات بقى بتخطف الطعم، بتسرق الطعم، دي بلاشها خالص. أو فلفل اسود، زعتر، والملح بتاعنا زي الفل. اظبط الملح بتاع المشويات علشان هو ده اللي بيفصل التوابل من بعضيها. دي معلومه غير معلومه، لو ظبطت الملح بتاع التتبيله بيبلك انواع التوابل اللي انت حطها في الاكل. هنقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف اهو. انا بقى جاي على بالي اعمل الشيش طاووق من غير بصل ولا فلفل، يعني بس فراخ بس. تتبيله تاني اهيت اقولها لحضراتكم: زبادي، زيت زيتون، زعتر، ملح وفلفل وبابريكا، وتوم طازه، ده انا يعني ده الاساسي اهو زي الفل، وعصير ليمون. وهقطع الفراخ دي في قلب الايه البوله بتاعتي. وانا بقطع الفراخ ممكن مخرجنا الجميل لو حابب يطلع فاصل انا ما عنديش مشكله. الفراخ تتقطع كده بالشكل ده كده، ومعانا اسياخ خشب. الاسياخ الخشب دي طبعا لازم نحطها في ميه علشان لما نشويه على الجريلا سيخ الخشب ما يتحرقش. عينيه، حاضر. يلا ادي سيخ الخشب معايا، وادي الماتيريال بتاعي. سيخ الخشب لازم يتحط في ميه ويشرب ميه عشان لما شيش الشيش طاووق او الشيش كباب ده يقعد فتره طويله على النار ما يتحرقش. معلومه غير معلومه. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نغرف مع بعض العدس بحسرهم بتاعنا الجميل، معانا شيش طاووق بالزبادي، كمان الرز الاصفر الجميل، ما تنسوش الحلو بتاعنا فطيره القرع العسلي ببساطه وسهوله. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بالتاكيد في الفاصل عشان وقتنا من ذهب، بكسب كل ثانيه وكل دقيقه في ان انا بشيش شويه فراخ، لان احنا عاملين النهارده حفله معانا صدور فراخ، وانا حابب ان تبقى الفراخ مشويه بالزبادي من غير اي اضافات، يعني ما يبقاش فيه لا بصل ولا فلفل ولا الحاجات اللي احنا عارفينها. ادي الفراخ معانا زي الفل، تمام. اكمل كده تشيشه بالشكل ده كده. حلو كمان. مهم جدا واحنا بنعمل شيش كباب ولا شيش طاووق بالطريقه ديت، التتبيله بتاعتي لازم تقعد في الثلاجه مش اقل من ساعتين. انا معايا جريلا بتسخن على النار. جالنا سؤال من الكنترول للاكله بتاعتنا اللي انا هغرفها دلوقتي: ينفع بدل السلق نحط يا شيف مغازي كزبره؟ لا، كزبره هتسرق الطعم، والكزبره ملهاش مكان مع العدس. امال ايه اللي لها مكان مع العدس؟ البقدونس. ممكن بديل للسلق بقدونس مفروم زي فرمه التبوله بالظبط. حاضر يا غالي، عينيا، والله لا اشيل لك الغطا وتشوفها. عينيا اهي، بص عليها كده وسمي بسم الله. انا هشيش طبعا على قد الجريلا بتاعتي،
لان هشوي الفراخ دي بطريقه دلوقتي لطيفه كده، مش تاخد وقت كبير، لان لازم تعرفوا حضراتكم الزبادي بيساعد على عمليه التسويه لانه في ماده تخمير اهو. دول كفايه زي الفل تمام. هنخلي دي على جنب كده وتعالوا مع بعض نشوي. حلو قوي. نصيحه من شيب بيحبكم، اوعى تشوي فراخ او تشوي شيش طاووق او مشويات على جريلا بارده، يعني ما تكونش سخنه. علل ولماذا يا عم الشيف؟ لان انت لما تحطها على جريلا بارده على ما تسخن هيكون الجوسي او الصوص او البهريز او السائل اللي موجود في حته اللحمه او الفراخ نشف، فكده مش هنستفيد بيها بحاجه. هنحط شويه زيت صغيرين على الشوايه بتاعتي، يعني معلقه اكل صغيره كده عشان ما تلزقش اهو، ونحط الفراخ تتشوي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. احنا معانا وقت قد ايه؟ قولوا لي. حلو، حاضر. انا هغرفه. بس انا اتكلم الصراحه، انتوا عارفين الشيخ جهاز صريح. الشيش طاووق عايز له كمان شويه وقت على النار للامانه، بس انا هغرفه دلوقتي علشان نشوفه في الاخر الحلقه بتاعته. ولكن ممكن يتاكل كده، ممكن يتاكل كده. ايه اللي انت عملته ده يا شيف؟ والله لقيت في سكتي وانا ماشي ورق عنب اخضر. ده ينفع يا شيف؟ اه، المطبخ له دستور وله قانون، يعني اعملي ما بدالك طالما انت بتحب المطبخ. على ورق العنب. ألف هنا وشفا للي ياكل. إيه الجمال ده يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ مكانه هنا، مكانه هنا.